قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، هذه الحلقة 19 من برنامجكم قرآنا عجبا، وفيها الجزء 19. ولكن في الحقيقة أننا في الجزء 18 لم نستطع أن نستوعبه جيدا، ففي بعض المواضع لا يمكن تفويتها، منها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. قصة الإفك، قصة الإفك يعني الكذب، قصة الإفك اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها بالفاحشة. سيدة عائشة رضي الله عنها ورضي عن أبيها حبيبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي الفاكهة أو نسميها الترفيه في حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتزوج بكرا غيرها سيدة عائشة رضي الله عنها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما حكى قصة سيدة عائشة، وده شيء جميل جدا، كان حياته كلها معاها نقدر نقول، اسمحوا لي في التعبير، رومانسية. يعني إذا كانت حياته مع السيدة خديجة رضي الله عنها، كانت السيدة خديجة تمثل له بالنسبة له الزوجة والأخت والأم، الحنان والعطاء والقوة. والسيدة خديجة لا نستطيع أن نقارن بين السيدة عائشة والسيدة خديجة. سيدة خديجة حاجة والسيدة عائشة حاجة تانية. سيدة خديجة حاجة عظيمة والسيدة عائشة حاجة جميلة في حياة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال لها: لقد أتى لي جبريل بصورتك في سرقة من حرير، قطعة حرير فيها صورة السيدة عائشة، وقال له: هذه زوجتك صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيدة عائشة جدا، لدرجة ان السيدة ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لسيدنا للسيدة فاطمة، السيدة فاطمة بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، كانت حبيبة النبي، بنته اصغر بناته، وكان بيحبها جدا، وكانت شبه سيدنا النبي صورة طبق الاصل، ومشيتها شبه مشية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صورة طبق الأصل. فالشاهد ان كان النبي لما يشوفها يبتسم. فزوجات النبي قالوا للسيدة فاطمة رضي الله عنها: كلم النبي، بيحب عائشة. والصحابة عرفوا كده، فبقوا اليوم اللي يبقى فيه عند عائشة يدوله الهدايا كلها في يوم عائشة، ويجي بقية الايام ما تجيش حاجة. فقولي له، فلما جت تكلمه الرسول غضب وقال لها: يا فاطمة، لا تحدثيني في عائشة، فإني قد رزقت حبها. الله، الحب ده رزق. الشاهد ايه؟ دايما المحظية عند زوجها محسودة، كلام كتير. الشاهد ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
كان اهتمامه بعائشة أثار حفيظة نسائه وأثار حفيظة ناس كتير. لما سيدنا عمرو بن العاص أسلم سأل بيقول أنا حسيت، هو بيقول إيه، ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم، فظننت أنني أحب الناس إليه. سيدنا عمرو بن العاص بيقول إيه، فكرت إن النبي يحبني أكتر واحد، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت فمن الرجال؟ قال أبوها. سبحان الله العظيم، أحيانا مش مطلوب منك إنك تجامل في الحب. أما حد يقول لك أنت بتحبين أكثر ولا فلان، ما تكذبش، ما تجاملش، قول الحقيقة. الشاهد إيه؟ إن سيدة عائشة كانت نموذج متألق، زي ما قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحرب، راجعين من الحرب ويسابقها يجري قدامها وتجري قدامه. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش عايز أوسع قضية الكلام، لكن عايز أقول إن بقى اللي يتهم السيدة عائشة أو يؤذي السيدة عائشة أمي، لا ده أكتر من أمي، ده أنا بحبها عشان هي حبيبة النبي، وأعظمها لأنها أسعدت النبي، وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات سعادة معها، وده أنا أحبه. يعني فاهم إزاي؟ يعني الولد لو هو بيحب أبوه، لما يشوف حاجة تسعد أبوه يبقى هي دي أهم حاجة بالنسبة له. دي الأولاد الأوفياء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وتاج راسنا صلى الله عليه وسلم، فأي حاجة تسعده ونشوفه فرحان بيها دي حاجة تسعدنا إحنا، وتخلينا نحب السبب اللي كان في سبب في سعادة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد في غزوة من الغزوات هم راجعين رحلوا، فشالوا الهودج اللي فيه السيدة عائشة، بتقول وكنت صغيرة خفيفة اللحم، وانا رحت ادور على حاجة ليا، ما رجعتش اتأخرت، شالوا الهودج وحطوه على البعير والبعير مشي وهي مش فيه، وهم ظنوا ان هي جواه. تقول رجعت المكان ما لقيتهمش، رحت حط خماري عليا وقاعدة منتظرة. جه صفوان بن المعطل رأى سوادا، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قالت لم يزد على التسبيح. ثم أناخ راحلته ركبها ومشي. فبعد كده قالوا أنها تأخرت مع صفوان وأن صفوان زنى. والله كلام الواحد ما أدري يقوله ولا أدري يجريه على لسانه، والله العظيم. صفوان بن معطل نفسه استغرب، قال لهم والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا في إسلام، فكيف أفعله بأم المؤمنين؟ إذا كنت أنا عمري ولا في الجاهلية لمس واحدة، أجانا في عائشة. الشاهد إن المنافقين لقوها فرصة وكبروا الكلام. الشاهد اللي أنا عايز أقوله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. عايز أقول إيه؟ 29 يوم وسيدنا النبي في تعب وهم وعذاب، 29 يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يستشير الخادمة، ها إيه رأيك في الكلام اللي بيتقال؟ تقول لي يا رسول الله هذه طفلة تعجن العجين وتنام عنه حتى يأكلها الداج، ده بتعجن شوية عجين وتنام ما تخبزهمش وتيجي الفراخ تأكله، دي مش بتاعت زينة ولا بتاع الكلام ده. ويسأل سيدنا علي، سيدنا علي يقول له يا رسول الله النساء غيرها كثير، طلعها وجوز غيرها، انت تعب نفسك ليه؟
يوم كده ويوم كده وده يقول حاجة وده يقول حاجة وده يقول حاجة حتى نزلت الآيات التي تبرئ السيدة عائشة. 10 آيات في القرآن ما زالت موجودة تقرأ ويتعبد بها وتتلى ويصلى بها إلى يوم القيامة، ولسه المجرمين والظلمة بيتكلموا برضو في اتهام السيدة عائشة بعد القرآن. الشاهد اللي أنا عايز أقوله، السيدة عائشة البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها، ربنا بيقول لا تحسبوه شرا لكم بعد التعب ده كله، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ربنا بيأكد لا لا ده خير، مش لا تحسبوه شرا لكم وخلاص، لا لا لا، ربنا بيقول بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. أصل لو من أول يوم القضية كانت انتهت وربنا نزل البراءة ما كناش عرفنا كل هذا العدد من المنافقين اللي تكلموا في عرض السيدة عائشة، واحد ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، عرفناهم بالواحد. ثم يتصل بذلك أيضا أحكام وأحداث. قال الله جل جلاله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كانت عايزة وقفة دي، إن عشان تحب إن ربنا يغفر لك تسامح المسلمين. قصة، كان مصطح بن أثاثة فقير من فقراء المهاجرين، سيدنا أبو بكر كان بيصرف عليه، وأنا كنت بكتب في كراسة الأفكار بتاعتي لا يأتيك الأذى إلا من أحبابك ولا يأتيك الأذى إلا ممن أنت صاحب فضل عليهم. كل ما تحسن له أكتر كل ما يأذيك أكتر، شيء عجيب جدا. سيدنا عمر كان بيصرف عليه، لما وقعت حادثة الإفك خاض مع الخائضين. طب يا أخي على الأقل حتى راعي ما تغلطش عشان يفضل يصرف عليك. ما أنت لسه محتاجه، محتاج إنه يديلك، فيعني حتى اسكت علشان ما يتقطعش الانفاق عليك، انت مش لاقي تاكل. لما اتكلم سيدنا ابو بكر حلف ما هينفق عليه، فنزلت هذه الايه لا ما تعملوش كده، سامحه عشان ربنا يسامحك، اغفر له عشان ربنا يغفر لك. بسرعه يقول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أيها الإخوة، في زماننا هذا الولد الشاب لما يحب يتزوج يجوز مين؟ لو ولد شاب ودروش ونقول عليهم إيه ملطم ومقطع السمكة وديلها وبيعمل البحر طحينة ويتجوز واحدة طيبة لا ترضيه، ما تنفعوش. أصل الخبيث لا ترضيه إلا خبيثة، والطيب لا ترضيه إلا طيبة، والعكس صحيح. زمنه كده لو واحد هو عارف كل حاجة وفاهم ومجرب ويجيله واحدة طيبة مقفولة ما تعرفش أي حاجة ما ترضيش، ما ترضيش. ونفس الشيء لو واحدة برضو نفس الشيء كده
وخدت واحد طيب وغلبان ما يرضيهاش. لذلك قال الله الخبيثات للخبيثون، الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. ربنا بيقول لنا اعملوا كده، زوجوا الخبيثات للخبيثين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لذلك بنقول إن الشاب اللي حفظ نفسه، أصل أنت عارف الزوجة اللي أنت هتتزوجها ديك مكتوبة لك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فمكتوب أنه فلان زوجته فلانة وفلانة زوجها فلان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم ندخل في الجزء التاسع عشر، وفيه أو قبل ما ندخل في الجزء التاسع عشر نختم بالآية عشان خلاص الوقت انتهى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. لازم نبقى فاهمين كويس لما ربنا يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني مثل نوره في قلب المؤمن. ربنا سبحانه وتعالى مش بنقول نوره زي كذا، زي مش كافية مصباح، لا ده مش كافية مصباح، دي مثل نوره في قلب المؤمن. أما نور ربنا جل جلاله نوره عظيم، فلما تجلى ربه للجبل سيدنا موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، خسف بالجبل وطلعت من مكان الجبل، بحيرة طبرية اللي موجودة لحد الوقت دي، دي مكان الجبل، الجبل نزل وطلع مكانه مية. وهنا كلمة جميلة هنختم، كلمة جميلة قبل ما نختم، ابن الجوزي بيقول ايه، سبحان الملك كم من ساع لقاعد يطلب موسى الرؤية ويرزق الجبل. سيدنا موسى بيقول يا رب أرني، وربنا يتجلى للجبل مش لموسى، سبحان الله العظيم. فهي أرزاق وأقدار. الله نور السماوات والأرض مثل نوره يعني في قلب المؤمن. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا